قانون النسبية في مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره الجمعة في مجلس النواب. والتمديد للمجلس حسم ب11 شهراً. بري في لقاء الأربعاء قانون الانتخاب أفضل المستطاع ويؤسس لمرحلة جديدة. ميقاتي عن القانون. القانون تبع حكومتنا اللي أرسلته على مجلس النواب مع تشويه لهذا القانون. في لندن حريق البرج السكني يوقع ضحايا. أهلا بكم في نشرة الظهيرة. بعد إنجاز قانون الانتخاب الجديد أمس في اللجنة الوزارية، عبر مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه وإحالته لاحقا إلى مجلس النواب الذي سيصوت عليه بعد غد الجمعة بمادة وحيدة إذا ما سلك الاتفاق مساره الطبيعي، على أن يصدر القانون في ملحق خاص في الجريدة الرسمية قبل 20 من حزيران الجاري. وقد حسم مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في قصر بعبدة مدة التمديد التقني للمجلس النيابي ب11 شهراً، أي حتى 20 من أيار عام 2018، على أن تجرى الانتخابات بحسب المعلومات المتوافرة في الأحد الأول من أيار. وفي موازاة جلسة الحكومة التأمت لجنة صياغة القانون لتصحيح بعض الثغر ووضع اللمسات الأخيرة، فيما هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بإنجاز قانون الانتخاب واعتبره إنجازاً كبيراً، وقال قد لا تتحقق عدالة التمثيل بالمطلق، لكن ما جرى التوصل إليه هو خطوة إلى الأمام. في المقابل ارتفعت أصوات وزارية معارضة، فرأى وزير التربية مروان حميدي أن القانون يعيدنا إلى مزيد من الطائفية والمذهبية بدل أن يبعدنا عنها. وللاطلاع على مجريات جلسة مجلس الوزراء والتعديلات التي أقرتها لجنة صياغة القانون في الموازاة، معنا مباشرة الزميلة نانسي السبع من قصر بعبدة. نانسي تفضلي. نعم كلارا، يمكن القول بأن يعني لا إنجاز يطغى على فكرة أن يكون للبنان قانون انتخاب على أساس النظام النسبي، وهو ما لم يكن متوفرا منذ تأسيس هذا البلد، إلا بأن التمديد وقع. هو تمديد بكل ما للكلمة من معنى، كونه يعني تخطى فكرة ويعني أي مبدأ لتمديد تقني وهو 3 أشهر، لي يعني يتحول هذا التمديد إلى تقريبا 11 شهرا بحسب يعني ما تم التوافق عليه في مجلس الوزراء. لا يمكن القول إقراره حتى يقر رسميا التوافق عليه في مجلس الوزراء، وهو التمديد لمجلس النواب الحالي حتى أيار 2018 بذريعة التقنية. ويعني بحسب المعلومات الانتخابات يعني من المرجح أن تكون في 6 أيار 2018، بحسب المهلة التي طالب بها بداية وزير الداخلية نهاد المشنوق رابطا هذا الأمر أولا بالبطاقة المغنطة ثانيا بالاستعدادات الضرورية يعني إدخال المفهوم الجديد أي النسبية إلى كل الدوائر والإدارات، لا سيما المراقبين في الانتخابات المقبلة. إذن التمديد وقع، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية بأنه بالتزامن مع هذه
مع جلسة مجلس الوزراء كان هنالك لجنة صياغة لتصوغ النص النهائي لمشروع القانون ومع إدخال بعض الملاحظات عليه. من ضمن التعديلات التي أدخلت يمكن القول رؤساء البلديات الذين بإمكانهم الترشح إلى الانتخابات النيابية، هذا الأمر لم يكن متوافقا عليه حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، بات أنجز اليوم يمكن القول وبإمكان هؤلاء الترشح خلال مدة شهر بعد صدور المشروع أو قانون الانتخاب في الجريدة الرسمية. اللمسات الأخيرة توضع يمكن القول بانتظار أن يحال هذا المشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره. هذا الأمر أيضا يعني دفع ربما أكثر يعني موجة نزوح من داخل مجلس الوزراء من قبل تحديدا رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان ينضم بين اللحظة والأخرى إلى اجتماع لجنة الصياغة، إضافة إلى العديد من الوزراء الذين كانوا يقومون بمكالمات هاتفية عند الوقوف عند أي بند عالق. الملاحظات التي وضعها معظم الوزراء باتت معروفة، هنالك ملاحظات على موضوع إسقاط الكوتا النسائية من ضمن الإصلاحات، ملاحظات على موضوع خفض سن الاقتراع والذي ليس متاحا، لا يمكن لشباب 18 عام الاقتراع في الانتخابات المقبلة. أيضا تم إسقاط طرح نادى به التيار الوطني الحر وهو ما يتعلق بحقية العسكريين بالانتخاب، أيضا ليس مطروحا. المغتربين أيضا لن يقترعوا في انتخابات 2018 وهذا الأمر أرجئ إلى 2022. أيضا يعني الصوت التفضيلي تم الاتفاق على أن يكون على مستوى القضاء. مشروع قانون الانتخاب تقريبا 125 بند بحسب المعلومات، يعني تم الإقرار حتى الآن 114 بند منه ولا يوجد هنالك خلافات كبيرة في البنود الأخرى، لذلك من المتوقع أن يقر بعد قليل من الآن ومن نهاية جلسة مجلس الوزراء التي أيضا تباشر دراسة وإقرار المشاريع المدرجة على جدول أعمالها، وأبرز إنجازاتها هي تحرير أموال المتعاقدين الأساتذة المتعاقدين ب 52 مليار ليرة يعني للأساتذة المتعاقدين تم إقراره. أما الرئيسين رئيس الجمهورية فقد اعتبر ما أنجز هو إنجاز أيضا لكل اللبنانيين، ودعا بأن وقال بأن ما توصل إليه اليوم أو ما توصلت إليه الحكومة هو خطوة إلى الأمام، قائلا قد لا يكون ممكن أن تحقيق عدالة التمثيل بالمطلق، لكن ما تم إنجاز لكن قانون الانتخاب اليوم هو إنجاز كبير. رئيس الحكومة سعد الحريري تحدث عن أيضا إنجاز انتخابي كما وصفه، معتبرا بأن مخاطر الفراغ والستين باتت وراءنا والتمديد الذي سنلجأ إليه هو تمديد تقني. وقال الحريري نزف إلى اللبنانيين إنجازا وطنيا بعد مسار طويل من التباينات والخلافات التي أصبحت في ذمة التاريخ، مراهنا أن يكون هنالك وقت ومزيد من الوقت لكي يتم تطوير هذا الإنجاز الانتخابي لا سيما في موضوع حقوق المرأة. أما يعني اللافت بأن هذا القانون سيخرج ربما بتحفظ وحيد عليه وهو تحفظ رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو الذي أشار بأنه سيدرج تحفظ على قانون الانتخاب الذي ستقره حكومة سعد الحريري. فيما يتعلق بسائر الوزراء التحفظات خفضت إلى مستوى ملاحظات ويعني وإلى مستوى فقط ملاحظات تدرج في محضر الجلسة لا أن تكون كتحفظ على مشروع القانون. كلارا؟ نعم شكرا لك الزميلة نانسي سبعة، نعود إليك طبعا بعد نهاية الجلسة. وإلى الوزراء المعترضين سيضاف اعتراض كتائبي سيدون في محضر الجلسة العامة المقبلة من دون القدرة على التأثير والتغيير في ظل غطاء سياسي كبير يحظى به القانون. وقال مصدر كتائبي مسؤول إنها صفقة سياسية صافية لا علاقة لها بقوانين النسبية. لقد اتفق أهل السلطة على العودة إلى مفاعيل الستين بتسميات هدفها التمويه وخداع الرأي العام اللبناني.
في عين التيني نقل نواب لقاء الأربعاء عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إن القانون الانتخابي المنجز كان أفضل المستطاع لأنه ينقل البلد إلى ما هو جديد ويعطي اللبنانيين الأمل للتأسيس لبناء مرحلة جديدة. للإطلاع على مزيد من التفاصيل والأجواء معنا من عين التيني مباشرة الزميل باسل العريضي. باسل تفضل، ماذا في موقف الرئيس نبيه بري لهذا اليوم في لقاء الأربعاء؟ يعني فعلا كلارا، اليوم هو هذا الموضوع هو الأساس الذي كان محور اللقاءات ولقاء الأربعاء النيابي. اللافت اليوم في الأسبوع الماضي يعني كان هناك غياب لوزراء أو عفوا لنواب تكتل التغيير والإصلاح، اليوم أن نبيل نقولة كان مشاركا إضافة إلى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي شارك من المرات القليلة التي يشارك فيها في هذا اللقاء. كما ذكرت كلارا، يعني بداية هذا الموقف الذي قاله الرئيس نبيه بري أنه هو أفضل المستطاع، وأضاف على أنه كان ممكن أن يكون القانون أفضل من ذلك، لكن النتيجة جاءت بعد أن توافق الجميع على هذه الصيغة، وقال أن هذه المرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات يجب أن تكون يعني تكون في من ضمنها ورشة تشريعية لإعادة فرصة بناء المؤسسات في الدولة وتنشيطها في كل المجالات. هذا ما قاله الرئيس نبيه بري لدى للنواب خلال هذا اللقاء. لكن النواب لدى خروجهم من هذا الاجتماع كان لافتا، يعني عند معظم هؤلاء النواب بمعظمهم رفض الإدلاء بأي تصريح أو الإدلاء بأي معلومة، لكن كان لافتا على أن الجميع كان متفق على هذه الصيغة صح التعبير، على أن ما جرى اليوم هو أفضل الممكن. البعض وصفه بأنه أسوأ الممكن أو يعني بتعبير وأوصاف مختلفة نقلها وتوصف فيها النواب ما تم الاتفاق عليه حول قانون الانتخابات. على أي حال طبعا الجميع كان بحسب النواب أنهم ينتظرون ما سيجري خلال مجلس الوزراء. البعض الآخر أكد على أن في حال انتهى مجلس الوزراء من إقرار هذا القانون فإن لن يخضع لأي تعديلات خلال المناقشة بمجلس النواب يوم الجمعة المقبل، وهذه الجلسة ستبقى قائمة وستكون قائمة ولن يخضع هذا القانون لأي تعديلات، خصوصا بعد السجال الكبير حول بعض الإشكاليات التفصيلية التقنية داخل هذا القانون بما يتعلق بالصوت التفضيلي على الدائرة أو على القضاء بعد أن حسم على القضاء. وبالتالي على ما يبدو أن الجلسة التشريعية ستكون سريعة جدا، سيقر قانون الانتخابات ضمن بند واحد وجلسة واحدة. نعم. على أي حال كلارا، طبعا المزيد من التفاصيل في النشرة المسائية، وسنستمع إلى أبرز ما جاء من تصريحات على لسان بعض النواب عقب لقاء الأربعاء النيابي. نعم. علامة من علامات أول ليالي القدر، فايدة شغلة كتير مهمة على مستوى لبنان بشكل عام، لأنه الوضع مثل ما بتعرفوا كليتكم، يعني ما أنتم عايشين أو معصرين، كان الوضع كتير 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 مقلق فيما يتعلق بطروحات والطروحات المتبادلة وإلى آخره. أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. الرئيس بري عم يبدي نوع من التفاؤل على أساس طي صفحات المآسي والألام والعذابات الماضية اللي صارت، لحتى اللي نقرأ كلنا بكتاب واحد انه من حقنا جميعا نصون البلد ونحمي البلد. الرئيس بري اصلا هو احد حاملي امانة حركة امل، يؤمن دائما بلبنان دائرة انتخابية واحدة على مستوى النسبية الشاملة بالبلد فيما يتعلق ببعض الاصلاحات الاخرى، ولكن مثل ما بتعرفي هيدا قانون افضل الممكن. هو القانون الانتخابات هو عباره عن نقطتين، كانوا ماهيه الدائره وحجم الدائره. هذا النقاش اللي استغرق سنين طويله بين كل اللجان اللي كانت مؤلفه. طالما تم الاتفاق بين القوى اللي ذكرتها واللي بتعرفوها، ما في داعي لمزيد من المزيد من النقاشات، دون ان يعني ذلك مثل ما قلت انا عدم اعطاء الحق للنواب بالنقاش. الرئيس بري أشاد بما تم التوصل إليه، واعتبر أنه ما توصلنا إليه هو أفضل المستطاع في مثل هذه الظروف، وطبعا هو نقل نوعي وجديد يستطيع اللبنانيون أن يبنوا على ما حصل للتأسيس لمرحلة جديدة ونقل نوعي لنظامنا الانتخابي وتطوير نظامنا بشكل عام في المستقبل. تعتبر أن المرحلة اللي تفصلنا اليوم عن الانتخابات يجب أن تكون
مرحلة جديدة وأن يكون هنالك نقلة ضرورية للقيام بورشة عمل تشريعية وأن تكون المؤسسات بدورة لإعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة. قائد الجلسة الجمعة طبعا جلسة عادية، وأعتقد أنه خلال النقاش العام بيّن أنه ستكون مختصرة لأن كل القوى شاركت بصياغة القانون بما تم التوصل له. الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عبرت عن استيائها لعدم حظ مشروع قانون الانتخابات الجديد حدا أدنى لتمثيل اللبنانيات في المجلس النيابي العتيد، وعدم اتخاذ أي تدبير من شأنه الحد من تهميش مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية. الهيئة التي ترأسها السيدة كلودين عون روكوز ذكرت الحكومة اللبنانية بمضمون البيان الوزاري الذي حازت على أساسه ثقة المجلس النيابي، وتعهدت فيه جميع القوى السياسية الممثلة بالعمل لإدراج كوتا نسائية في قانون الانتخابات المنوي إقراره، وذلك احتراما لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان والتوصيات الدولية المنبثقة عنها تحقيقا للعدالة والمساواة. وأشادت الهيئة بموقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي التزم فيها اعتماد كوتا نسائية في كل لوائح تيار المستقبل الانتخابية، داعية الأحزاب اللبنانية كافة إلى التمثل بهذا الموقف. ودعت الهيئة اللبنانيات إلى مواجهة تهميشهن ولعب دورهن ترشيحا واقتراعا، لا سيما أنهن يمثلن أكثر من 50% من نسبة المقترعين. في العاصمة البريطانية لندن، حريق ضخم يلتهم برجا سكنيا ويوقع ضحايا والأسباب مجهولة. أكثر من 200 عنصر إطفاء و40 آلية هرعوا إلى إطفاء حريق ضخم نشب في برج سكني مؤلف من 27 طبقة في منطقة نورث كنزينغتون غربي لندن في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، حيث تصاعدت أعمدة الدخان الأسود في سماء المنطقة. وقال شهود عيان أنهم سمعوا نداءات استغاثة من داخل البرج ورأوا أشخاصا عالقين في الداخل خصوصا في الطبقات العليا. وأوضح رجال الإطفاء أن الحريق امتد من الطبقة الثانية إلى الطبقة 27 في البرج الذي يضم 130 شقة سكنية. وأشارت معلومات إلى أن غالبية سكان البرج هم ينتمون إلى الجنسيات العربية والإفريقية. الحريق أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، وفيما لم يتضح سبب اندلاعه تكشف وثائق منشورة على الإنترنت أن جمعية سكان المبنى اشتكت مرارا في السنوات الأخيرة من وضع المبنى وحذرت من مخاطر اندلاع حريق فيه. وقد تساءل أحد قاطنيه عن سرعة انتشار الحريق فيما لم يعمل جهاز إنذار الحرائق. بعد الفاصل نديم الجميل، لبيك يا نصر الله. أهلا بكم من جديد. في بعلبك عثر على جثة الشاب زاهر عبد الرحيم شلحة قرب مستشفى دار الأمل الجامعي في بلدة دورس. وأفاد مراسلنا في البقاع شوق سعيد أن الضحية مصاب بطلقات نارية عدة في أنحاء جسمه، وإلى جانبه جيب نيو جراند لون فضي مصاب أيضا بطلقات نارية. وكان المغدور قد خرج من منزله صباحا متوجها إلى المدرسة الرسمية في بلدة الأنصار حيث يعمل مدرسا فيها. وقد حضرت الأدلة الجنائية وعاينت الجثة، كما حضرت دورية من الجيش اللبناني ونقلت الجثة إلى المستشفى الحكومي في بعلبك. ولاحقا أوقفت شعبة المعلومات الرقيب في قوى الأمن الداخلي ميم حاء للاشتباه في إقدامه على قتل زاهر شلحة. في خلال رعايته حفل السحور السنوي لمؤسسات العزم في طرابلس، أمل الرئيس نجيب ميقاتي أن ينتج قانون الانتخاب الجديد تنوعا سياسيا من شأنه إعطاء العمل السياسي في لبنان قيمة مضافة. هذا القانون منقول عنه حقيقة قانون تبع حكومتنا اللي أرسلته على مجلس النواب مع تشويه لهذا القانون. تشويه بأولا بعدة أمور، مش هحكي تقنياً اليوم، ولكن أقول أنه سؤال صغير. نحن المجموعة اليوم عم تصنع هالقانون وهي لها الكلمة الأولى، هي كانت بحكومتنا كانت موجودة
وهي وافقت على القانون اللي نحن وديناه باسمين تفضيليين بالانتخابات على صعيد الدائرة، بزيادة المقاعد للمغتربين 6 إضافة عن 128، وأهم عدم نقل أي مقعد من موقعه الموجود في اليوم. هيدا الأمر كان كتير مهم، هيدا أصرينا عليه بالحكومة وقتنا ووافقنا عليه بالإجماع. كلياته جدل بدون أي نتيجة، جدل بدون ما نعرف لوين رايحين وشو في عنا. وبالآخر وصلنا على مشروع، أتمنى أن يكون هذا المشروع هو يشكل خطوة أساسية بسبيل الإصلاح السياسي وفي سبيل خلق طبقة سياسية جديدة بلبنان، وتكون هي تشكل تكوين سلطة جديدة لحتى هالسلطة تتماشى مع تمنياتكم ومع أحلامنا كلنا كلبنانيين. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جملاط غرد صباح اليوم عبر تويتر قائلا: المهم التعامل مع أمر الواقع بعد صدور القانون والاستعداد للانتخابات، لأنها مرحلة جديدة وجميعنا ساهم فيها. وهذه التغريدة أدت استكمالا لتغريدته مساء أمس، حيث علق على الاتفاق على قانون الانتخاب قائلا: نتيجة اختلال التوازن خرجنا بقانون آية في الغموض، نهايته ستكون عاطلة مع تفسيرات متناقضة، وليس فيه إنجاز إلا الاسم فقط. وتعليقا على إقرار القانون الانتخابي الجديد، غرد النائب نديم لجميل صباح اليوم على حسابه على تويتر قائلا: عطلوا فأوصلوا مرشحهم رئيسا، هوبروا فشكلت الحكومة حسب شروطهم، أهدروا المهلة الدستورية فحققوا هدفهم بقانون النسبية، مرة أخرى لبيك يا نصر الله. استقبل الرئيس حسين الحسيني في عين التيني رئيسة حزب الخضر اللبناني السيدة ندى زعرور، وكانت مناسبة لاستعراض نشاط الحزب واهتماماته بصورة خاصة والأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. بعد الفاصل، غوتيريز يصوم في أفغانستان. أهلا بكم من جديد. أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تملك وثائق تدل على دور سعودي في تدبير تفجير السفارة الإيرانية في بيروت عام 2013. واتهم عبد اللهيان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الاستخبارات السعودية السابق بندر بن سلطان بن عبد العزيز بأنه هو من أدار عملية التفجير المزدوج، مؤكدا أن السعودية هي المشتبه فيه الرئيس في تدبير هجومي طهران اللذين استهدفا مقر البرلمان الإيراني ومرقد الإمام الخميني. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد أن إيران ستوفر لقطر ما تحتاج إليه في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها. وفي خلال لقائه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان على هامش منتدى أوسلو الدولي للسلام، أشار ظريف إلى الضغوط التي تمارسها السعودية ضد دولة قطر قائلا: إيران ستوفر لقطر الحاجات الإنسانية التي تطلبها في هذه الظروف. في تطورات ريف حمص الشرقي، سيطر الجيش السوري وحلفاؤه على منطقة ومثلث آرك والمحطة الثالثة لضخ النفط شرقي مدينة تدمر بنحو 40 كيلومترا بعد القضاء على عدد من إرهابي تنظيم داعش فيها. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت تقدمها في ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي في عمق البادية السورية، وأحكمت سيطرتها على المحطة الثالثة لضخ النفط ومنطقة ومثلث أراك والتلال المشرفة بعمق 3 كيلومترات وعرض 6 كيلومترات. وعلى الفور قامت وحدات الجيش بتثبيت نقاطها في المنطقة وتصدت لهجوم عنيف شنته مجموعات إرهابية من تنظيم داعش لاستعادة المنطقة بعد تكبيدها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. وقد أقدم عناصر داعش على تدمير المحطة الثالثة لضخ النفط وتفجير أبار النفط والغاز قبل فرارهم منها.
بعد وصوله إلى العاصمة الأفغانية كابول في زيارة مفاجئة. لوح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنه سيصوم اليوم الأربعاء تضامنا مع المسلمين في العالم أجمع. وكتب غوتيريس في تغريدة له عبر تويتر: لقد وصلت لتوي إلى كابول لإجراء محادثات مع الحكومة والشعب. تساند الأمم المتحدة أفغانستان في وقت يشهد عنفا ومعاناة. كما كتب في تغريدة أخرى: أنضم اليوم في أفغانستان إلى الصائمين تضامنا مع المسلمين في العالم برمته، وأدعو إلى السلام والتسامح. وتأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بعد سلسلة تفجيرات في كابول أودت بحياة نحو 180 شخصا منذ بداية حزيران الجاري. كان في النشرة قانون النسبية في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره الجمعة في مجلس النواب. والتمديد للمجلس حسم بأحد عشر شهرا. بالريف لقاء الأربعاء قانون الانتخاب أفضل المستطاع ويؤسس لمرحلة جديدة. ميقات عن القانون. قانون تبع حكومتنا اللي أرسلته على مجلس النواب مع تشويه لهذا القانون. في لندن حريق البرج السكني يوقع ضحايا. ختام نشرة ظهيرة من قناة الجديد. طبعا لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الجديد دوت تي في، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. سنبقى لاحقا مع مقررات مجلس الوزراء والقانون الانتخابي، وألقاكم في النشرة المسائية. إلى اللقاء.